So this glitter is made with a plant-based glitter. هذا البريق مصنوع من نبات الكينيا، لذا إذا أكلته بالخطأ فأنت تأكل نباتات فحسب. قد لا يكون لديك أسنان مثالية ولا أسنان بيضاء، لكنك ما زلت تستطيع أن تفعل ما شئت بهم وتجعلهم يميزونك، خاصة من خلال مطابقة ألوان البريق مع ملابسك أو المكياج. في الحقيقة هناك خلفية تاريخية وراء ذلك، ظهرت قبل نحو 15 عاما، فقد اخترع أطباء الأسنان تلك الألوان من أجل طلاء الأسنان الاصطناعية التي لا يمكن تبييضها لأنها تبقى كما هي. والكثير من المرضى حتى اليوم لديهم أسنان حساسة، وهو ما يسمى فرط حساسية الأسنان، ولا يستطيعون تبييض أسنانهم. يستغرق الطلاء ثواني معدودة ويجف خلال 10 ثوان، أما عملية الإزالة فإما يقشر أو يتم إزالته بالشاش. شفتاي معتادتان تماما عليها، فهي ممتعة حقا ومختلفة، لم أرها من قبل.